وهنروح لاستعراض الحالة المرورية في بداية اليوم من خلال بث مباشر لكاميرا إكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة مع زميلنا أيمن عماد مراسل إكسترا نيوز. يا أيمن صباح الخير. صباح الخير عليك يا آية، صباح الخير عليك يا محمود وعلى السادة المشاهدين. يعني زي ما الجميع يعرف النهاردة الخميس والحالة المرورية الكثير بيترقبها، ويعني نظرا انه نهايه اسبوع وهو بيشهد يعني حاله مروريه كثيفه في معظم الشوارع الرئيسيه في القاهره. يعني زي ما ذكرتي يعني خدمه اخباريه بنقدمها عبر شاشه اكسترا نيوز للاطلاع على الحاله المروريه في الايام التي تشهد زحام بشكل كبير. يعني لو هنتابع معاكم عبر الشاشه مباشره هنا من الاداره العامه للمرور بالجيزه الحاله المروريه، يعني لو هنبدا حديثنا هنا من كوبري صفت اللبن، يعني في الاتجاهين بيشهد حاله مروريه يعني انسيابيه بالقادم من جامعه القاهره الى الدائري وايضا العائد من الدائري متجه الى جامعه القاهره. يعني في هذا اليوم كوبري صفت اللبن بيشهد معروف في يوم الخميس بيشهد في الحاله المروريه بتشهد انسيابيه بشكل كبير. لو على الاتجاه الاخر في منطقه المنيب اللي بتشهد توسعات كبيره، يعني في يعني دائري المنيب يعني في الاتجاهين يعني بعد هناك التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسعه الطريق الدائري والتي اوشك هنا في هذه المنطقه على الانتهاء بتوسعه الحارات من أربع حارات لسبع حارات في كلا الاتجاهين. لو يعني هناك يعني وهذا هو الخبر الأهم، هناك اختار تلقته الإدارة العامة للمرور من الهيئة العامة للكباري بإغلاق هذه النزلة للقادم من المعادي والقاهرة الجديدة للبحر شارع البحر الأعظم لتوسعة هذه النزلة بالتوازي مع التوسعات التي تحدث هنا في هذه المنطقة. ربما يتساءل البعض يعني لو عايز ينزل للبحر الأعظم إيه اللي يعمله؟ بيكمل على طول للمريوطية نزلة المريوطية ثم بيلف تاني وبيرجع للدائري وبينزل نزلة البحر الأعظم ثم بعد ذلك بيباشر طريقه بشكل ميسر. كما تشاهدون عبر الشاشة هنا القادم من القاهرة الجديدة أو المعادي إلى المريوطيه واتجاه اكتوبر الحاله المروريه بتشهد انسيابيه تامه في هذا الاتجاه، وايضا في الاتجاه المعاكس هناك الحاله المروريه تشهد انسيابيه تامه في الاتجاهين. يعني هو يعني لو هننتقل بشكل اخر الى هنا في منطقه الجيزه او بتحديدا في كوبري عباس، يعني الحاله المروريه في الاتجاهين المتجه من الجيزه الى القاهرة بيشهد حالة مروريه كما تشاهدون عبر الشاشة، وأيضا القادم من القاهرة عبر الجيزة وأيضا هنا نفق يعني عباس المتجه للبحر الأعظم بيشهد أيضا حالة مرورية يعني سهلة. يعني كلنا بنتذكر يعني الشكل القديم لهذه المنطقة، ما كانت ميدان وكانت بتشهد كثافة مرورية كبيرة، وبعد الانتهاء بشكل كامل من هذا النفق يعني احدث طفره كبيره في هذه المنطقه في الحاله المروريه. يعني الحاله المروريه كما تشاهدون يعني ميسره ما فيش اي معوقات، وبشكل خاص النهارده الخميس. لو هنتجه الى يعني ده كوبري الدقي في الاتجاهين بيشهد ايضا حاله انسيابيه في حاله المرور، بيتقاطع معه هنا شارع التحرير في الاتجاهين، يعني ربما يكون هناك زحم يعني ازدحام نسبي ولكن في هذا التوقيت طبيعي، ولكن الحالة المرورية شايفينها ماشية ما فيش أي معوقات. يعني لكل المواطنين المترددين أو الذين يتخذون هذا الطريق في هذا التوقيت يعني ربما يعني يشهدون عبر شاشة إكسترا نيوز البث المباشر الحالة المرورية بتشهد يسر كبير أو سهولة كبيرة. هنا أيضا شارع جامعة الدول العربية في الاتجاهين كما نشاهدون عبر الشاشة يعني بيشهد حالة مرورية أيضا انسيابية في هذا التوقيت. أيضا هنا يعني القادم أيضا من ميدان لبنان إلى قلب أو اتجاه التحرير يعني محور 26 يوليو، يعني شايفين الاتجاهين ما فيش أي معوقات ما فيش أي زحام. وأيضا هنا ميدان سفنكس امتداد أو بداية جامعة الدول العربية زي ما أشرنا اللي بيشهد حالة مرورية أو انسيابية في حالة المرور. ربما أيضا هنا يعني الكوبري الأهم شريان أو قلب الجيزة والقاهرة وهو كوبري يعني كوبري السادس من أكتوبر، الجميع بيتخذ هذا الكوبري المترددين المتوجهين إلى
مدينة نصر المتوجهين إلى رمسيس أو العائدين أيضا من هذه الاتجاهات إلى محافظة الجيزة في الاتجاهات المختلفة، بيشهد يعني ازدحام نسبي متوسط في المتجه من الجيزة أو من يعني هذه المنطقة إلى اتجاه رمسيس ومدينة نصر، لكن يعني في هذا الأثناء فهذا هو طبيعي، يعني ربما يعني بسبب يعني الكباري اللي تم إنشائها في مدينة نصر وأيضا وغيرها، بكل ده بينعكس إيجابي على هذا الكوبري أو الشريان الأهم في القاهرة والجيزة. هنا ميدان الحصري، يعني شايفين في جميع الاتجاهات بيشهد انسيابية مرورية بشكل كبير، يعني كل هذه الشاشات يعني التي تم تثبيت يعني الذي نتابعها هنا بيتابع الإدارة العامة والإدارة بشكل خاص إدارة مرور الجيزة للوقوف على حالة المرور بشكل دوري، لو حدث أي طارئ أو تم يعني في بعض المناطق حصل فيها زحام بيتم التعامل معها بشكل فوري. حتى الآن وبشكل خاص يوم الخميس الحالة المرورية يعني بتشهد انسيابية في معظم الشوارع، وهذا ربما يعود لفضل ما تم إنشاءه من طرق كثيرة في مختلف الأنحاء. إليك. احنا بنشكرك طبعا يا أيمن على هذا العرض المفصل للطرق الخاصة وعلى وجه الخصوص طبعا في الجيزة، بنشكرك طبعا على الخدمة المرورية طبعا اللي بنقدمها دايما في إكسترا نيوز وفي هذا الصباح، الزميل أيمن عماد من داخل الإدارة العامة لمرور الجيزة.